السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة اعرف دينك. رجلان يحاولان سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه. قال عبد الملك بن حسين الشافعي في سنة 557 هجرية، ذكر علامة السيد نور الدين علي السمهودي المدني في كتابه خلاصة الوفاة وأيضا في تاريخ المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه 3 أيام، يعني كل ما ينام يحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. بس الغريب أن في الرؤية بيشير لي النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلين أشقرين ويقول له انجدني أو انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فأرسل محمود نور الدين زنكي أو نور الدين محمود زنكي أرسل لوزيره جمال الدين الموصلي وحكى له، قال له خلاص نروح المدينة ونبحث عن هذين الرجلين. فتجهز في بيته وعلى الرواح الخفيفة كده أخذوا 20 نفر وخد معاه مال كتير جدا جدا وذهب به إلى بين إلى المدينة. قعدوا 16 يوم في الطريق. المهم فزار ثم أمر بإحضار كل أهل المدينة، عايز يشوف الاثنين اللي اتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم موجودين فيهم ولا لا. المهم قعد يوزع عليهم الصدقات والعطايا ويديهم أموال كثيرة، فبيقول لهم هل بقي أحد؟ في حد ما جاليش؟ فقالوا لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفيين مغربين، من المغرب يعني، يكثران الصدقة، يعني بيتصدقوا على الناس. فطلبهم الملك العادل نور الدين محمود. المهم لما طلبهم أول ما شافهم هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاور له عليهم في المنام، هم دول اللي هو شافهم في المنام. سبحان الله، أول ما شافهم كده فسأل عن منزلهم، انتوا ساكنين فين؟ فأخبر أنهما في رباط بقرب الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمسكهما ومضى بهم إلى المنزل، راح بهم لحد بيتهم، فلم يرى غير ختمتين وكتبا في الرقائق ومال كتير جدا. فأثنى عليهما أهل المدينة، أهل المدينة اتكلموا عنهم كلام كويس جدا، دول ناس صالحين، دول ناس بيتصدقوا بيعملوا كل خير يعني. فبقى متردد متحير، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم شاورني على الاثنين دول في المنام وقال لي انقذني من هذين، اكيد وراهم مصيبه. فرفع حصيره، قاعد يدور في الاوض يخش يقول لحد ما لقى حصيره، فرفع الحصيره بص تحت الحصيره لقى سرداب. ايه ده؟ سرداب تحت الحصيره؟ لقى سرداب محفوظ محفور بينتهي نزل فيه إلى صوب الحجرة الشريفة. يا الله، سرداب جوه البيت بينتهي لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الملك العادل أصدقوني القول، قولوا لي الصدق، وضربهم ضرب جيد جدا، قولوا لي انتوا بتعملوا ايه. فاعترف بأنهما نصرانيان من النصارى، بعثهما النصارى في زي حجاج مغاربة، بعثهما النصارى في زي حجاج مغاربة، ومولهما بالمال العظيم، وداهم مال كتير جدا جدا جدا. فنزل رباط وصار يحفران ليلا، كل ليلة كانوا بيحفروا ويعملوا الخندق دوت، وكل منهم معاه محفظة جلد يحط فيها التراب اللي جمعه من الحفر ويروح البقيع بحجة الزيارة ويفض التراب ده في البقيع، تمام كده. فسبحان الله، عندما وصل بالقرب من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرعدت السماء وأبرقت وحصل رجف عظيم، فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة. في الليلة دي قدم السلطان في نفس الليلة اللي كان يوصلوا فيها لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسرق جسد أو جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر حالهما بكى السلطان. عارفين بكى ليه؟ لما اختصه الله عز وجل بهذه الخاصية، أن يدافع عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأمر بضرب رقابهما فقتل تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة. ثم بعد كده أمر بإحضار رصاص، جاب رصاص كتير جدا وحفر خندق عظيم يصل إلى الماء حول الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذاب الرصاص حول الغرفة حول الحجرة نفسها عشان ما حدش يحاول أو يفكر يوصل لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وملأ الخندق برصاص، فصار حول الحجرة سور من الرصاص إلى الماء، وبي
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الله عز وجل جثمان النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الرجلين النصرانيين الذين كان من المغرب برؤية صالحة لهذا الملك العادل. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.